انا كانت عندي عقده ضد الحواجب، كنت كنقدر نشوف راسي في المرايه وانا مسحاهم، كنت نضر هكذاك مسحه وما تجيني بحال لي عريانه ولا ما غنعاود لكم واحد الحاجه ولكن ما عرفتش واش غتفهموني. انا مجمعه معكم على ما يجي قلي راه قريب. انا كانت عندي عقده ضد الحواجب، حتى بديت كنعمل كخيون عاد رجعت عقده. يا افون كنت كنخرج بوجهي مغسول في الليسي، كنت باقا ما كنعمل حتى نقطه ديال المكياج. في البكالوريا باش تبليت بالحواجب مي بديت كنترسيهم، ما كنتش كنقدر نشوف راسي في المرايه وانا مسحاهم. ساشون كي زعما الناس اللي قراب لي اللي كيعرفوني كيقولي لا راه غير في الدماغ ديالك داكشي. دابا كاين بزاف ديال الناس اللي عرفوني من بعد البكالوريا كيقولوا لي كنتمنوا نعرفوا حواجبك كيف نومه. وحده كانت واحد المره شبرت هيدا في وسط القسم يده وعملت لي هابه زعما باش تمسحوا صحاب، انا ما عنديش كاع الحواجب غير انا مضخمه الموضوع. ما علينا، دابا واقيلا لا بروميير فوا كنمسح حواجبي حداكم ونوريكم. كنظن تخيلوا دابا انا حدا 1,600,000 مسحت حواجبي وريتهم لكم، ولكن باش ندخل كوم اذا دخلت للدار هكذاك المسحه وهم غاتجيني بحال لي عريانه ولا ما ما تشوفوا تحسوا بهذا الاحساس هذا ولا غنجيكم غير كنتفلسف. ساشون كو فريد طبعا كيعرفني انا كيفاش عامله وكندوشو اونصوب، ما كاين حتى مشكل، مي باش نحس براسي زعما مرتاحه خصني نكون مترسيهم. ودابا هذا المشكل تعاود لي مع الشعر. الشعر انا 8 سنين تقريبا وانا كنعاني من لابيلاد، النص ديال هاد لابيريود كنت كنرجع كلشي لقلبي، يعني عارف غير فريد وماما، والنص اخر يعني هاد 4 سنين الاخريه شاركت معاكم المشكل حيت كان واحد بسيكولوج نصحني قال لي كل ما انتي مخبعه هادشي ومعقده منه كل ما يزيد يلعب عليك، قال لي تصالح مع نفسك وصافي شارك هادشي مع الناس. يا هذيك باش كنت وريتكم بوغ لا بروميير فوا لابيلاد، وتخيلوا دابا كلشي عارف شنو عندي، لدرجه انني الناس دائما كنطلقهم في الزنقه اللي غادي يعطيكم فاش كنطلق الناس في الزنقه، يعني ما كنعرفهمش طبعا. كيجيو هكذا يعطوني وصفات طبيعيه يلاه جوزيهم بالخير، كيسقسيوني على لي دافونسمون، كيشدوا معايا الحديث عادي. بالحق البارح فاش كنت في صالون كوافير كنقول لمنير اديني شي مطاع اللي ما تشوفونيش الناس، ما بغيتش لي بلاد يبانوا وانا عارفه كلشي في خبارو، اذا علاش كنغطيهم؟ ما فهمتش كيفاش نشرح لكم تفهم راسي. انه خايده كوميم كنلاحظ ان الشخصيه ديالي تبدلت غير مجرد انني كنجي وكنقول كانت عندي عقده ديال الحواجب اولا كانت عندي عقده ديال الشعر، ودابا كنهضر حداكم كاملين هكذا على العقد ديالي، كيعني انني في الطريق الصحيح. يعني بديت كانت لي بيغام من العقد، هما العقد راه واخا بانوا لنا عاديين بالحق يكونوا كيأثروا بواحد النسبه كبيره على الشخصيه ديالنا وعلى النفسيه ديالنا وعلى الكومبورتمون ديالنا. هذا ممكن لدرجة ان يقدر شي حد يجي يبغي يعيرني يقول لي القرعه مثلا ما يحرك فيها حتى الزغيبه، الزغيبه ما يحركهاش. صافي غنقول هو قليل الحياه باغي زعما يجرحني، بالحق ما وصلش الهدف ديالو. الحمد لله الحمد لله وشكرا لكم، ما كنكبروا كنزيدوا نرشدوا كتزيد الشخصيه ديالنا تتقوى، كنزيدوا نعالجوا راسنا من بزاف ديال الحاجات اللي كيخليونا نكونوا ضعاف. منير قليلة لا 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 والله لا عملتي هاد ستوري، مي انا ضروري ما نهضر كتعرفوني. تخيلوا هاد العفويه اللي فيا شي نهار ما عرفت فين غتوصلني. قلت لكم سنيسلا ما جبرتها شي كيف ما حتى اخرى اللي مكتوب فيها راه باب ازماني صيف كامله وهي في عنقي كتسقسوني عليها عاوتا هي بح. انا مولفه كنطيح وكنضيع، هادي حاجه طبيعيه سورتو مع الذهب. فاش هضرت على انني رجعت لي فوتو في الصالون جبرتها في عنقي اي لي فوتو في لا فواتور ما كانش في عنقي، ما كانيش انني من الصالون مشيت للطوموبيل، انا اصلا مشيت مرسمار ليكول، مشيت للريستورون، مشيت طلقت واحد ليفغور اخر، عاد ديك الساعه ما تستوري في وسط لا فواتور. علاش غتصيفطوا له وتقولوا له شوف راه شنو كتقول ولا توسوسوا بحال اللي زعما انا كنبغي نقول له السلسله طاحت لي في الصالون، شنو هذا الشيء فيكم؟ بونجور جيسبر كو فوز علي بيان. المهم انا 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 خبرت ابري ديك لا جورني ديال التورناج ديال لا فوري
نهار ثلاث صبحت ما كنت مشاش بالظهر جي ديكوفير واحد خمسه ديال لي بيكور ديال دي زارينيه في رجليا صبحوا من فوخين كيخلعوا. انا جو مسوي دير عادي واخا ديك البلاصه كبيره ايتو. البارح كوم بارازار سا مو غراد كوم بارازار لقيت هذوك لي بيكور ولاو زرقين. انا حط لكم لا فوتو دونك جي انغواسي وانا ديسكان تريدي تو جي ابلي بور هذا خديت ان رونديفو في كلينيك انترناسيونال ديال مراكش مع الدكتور هنا ديرماتولوج دكتور هنا يعقوبي. الحمد لله طمناتني بيان سور بديت كناخذ لي زونتيبيوتيك. المهم هذيك لا فوتو راه لا بيكور كبيره حيت هذيك لا فوتو راه في ماكويس مي فريمون كبيره غير لا فوتو صغيره وكاينين منها اربعه اخرين. البارح الصباح مشيت عند لوستيوبات باش قادات لي ظهري باش نقدر نتمشى. الحمد لله اليوم كنقدر نتمشى بدوزت 3 ايام زعما الله اللي خدت علينا صحه واللي عنده صحه صور عنده كل شيء. دوزت 3 ايام ما كنقدرش نتمشى ما كنقدرش صافي جيتي هانديكابي ما كنقدرش نخطوي كاع والحمد لله والشكر لله على كل حال. اي ان توكا دوك لي زيماج اللي شفت لي برزتني انا سي لي زيماج اللي شفت في جوجل ودوك لي بيكور داغينيه وجوجل سا اللي اكزاجير بزاف دونك صافي مشيت فيها. مي الحمد لله دابا الدويات وهذا الشيء وصافي علي اي فوالا سي لا مهنه المتاعب زعما مشهد ولا ما شحال من مشهد صورنا توت لا جورني. كانوا بزاف ديال المشاهد الصراحه في الغابه ولكن الواحد كيتفرج في كلكو مينوت مي فريمون كانت كرفصو مي الحمد لله. المهم كانوا دي سيكونس زوينين. لا سيري غادي تعجبكم باسكو شاك ايبيزود كاينه اون هيستوار اي تو. هو مسلسل الحافه اللي غادي يكون على شاهد في اي بي. مي حتى حاجه ما سهله في الحياه غير باش تعرفوا ما كاينش شي مهنه سهله ما كاين حتى حاجه. كل واحد وظروف ديال الخدمه ديالو. اي فوالا لي زامي وكنسلم عليكم كنبوسكم والله يصوب لينا يا رب. مجلة لالا العروسة أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.